قصيدة رثاء في المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن علي بن حمود الزهيري الغامدي، كلمات وأداء بندر مبارك الزهيري الغامدي. كتبت شعري بشخصية لها وصف غير شخصية في عقول الناس والأفئدة، مرحوم يا اللي رحل عنا بحكم القدير، ولا شك هذا القدر كل على موعده، الفقد ما هو بهين والله إنه كبير، هذا عز وهو يبخر من يكون سنده. يا الله يا ربنا يلي بيدك المصير، يا واحد كل ما ضاقت علي قصده، ضاقت علي الوسعة كني اليوم أسير، جاني خبر من دمع العين لا تنشده، الحزن
شوق النظير هم سندنا ومنا في الحياة بعد، لكن أيضا المشاعر جابت